إحدى الكويت العسكري برئاسة سعادة رئيس الأركان العامة للجيش اللواء مبارك العبد الله الجابر الصباح، تحيط به رفقة من كبار ضباط الجيش، وترافقه فرقة موسيقى القرب العسكرية ووفد إعلامي من ركن التوجيه المعنوي ليغطي مجريات المناسبة السعيدة. وقد استقبل الوفد في مطار البحرين استقبالا يليق بالمناسبة وبالقادمين للتهنئة، وكان لقاء زالته بهجة المشاعر الصادقة. سمو ولي عهد البحرين وسعادة رئيس الأركان العامة اللواء مبارك العبد الله الجابي الصباح يأخذان مكانهما في صدر القاعة في مطار البحرين الدولي. ولكي يكون المهرجان قمة في الأداء الفني، فقد التأم شمل أمار الفرق الموسيقية العربية برئاسة المقدم عيسى بن راشد، حيث تم التنسيق فيما بينهما وفقا لبرنامج موضوع. اللقاء الكبير بين الأشقاء الذين وفدوا إلى دولة البحرين الشقيقة ليشاركوا في عيدها بل أعيادها. عسكريون من بلادنا العربية جمعت بينهم المناسبة السعيدة في البحرين الشقيق، وراحوا يتبادلون أحاديث المودة والمحبة. ثم التقى أمار الفرق بسعادة الزعيم حمد بن عيسى، فأوجد للفرق المشتركة توجيهات سديدة ساهمت في جعل المهرجان الموسيقي العربي الأول تحفة تقدمت بها البحرين للعالم كله. وقبل البدء بالمهرجان الكبير، قام سعادة رئيس الأركان العامة على رأس وفدنا العسكري بزيارة لصاحب السمو أمير البلاد المعظم، حيث قدم تهاني دولة الكويت ومشاعرها الحرة وتمنياتها الصادقة للبحرين بالتوفيق أميرا وحكومة وشعبا. حضرة صاحب السمو أمير دولة البحرين يصافح سعادة رئيس الأركان العامة، ويصافح كذلك بقية أعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس الأركان العامة. حضرة صاحب السمو أمير دولة البحرين لا زال يصافح بعض القادمين في هذه المناسبة. وفي مساء يوم العيد وصل إلى استاد مدينة عيسى سعادة رئيس الأركان العامة، يرافقه الوفد المرافق له، وأخذ مكانه في مكان الاحتفال. وفي هذه اللحظات وصل حضرة صاحب السمو أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يحيط به كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم سمو ولي العهد وقائد قوى الدفاع البحرين. السرايا المتقدمة من أمام المنصة تؤدي التحية العسكرية. العسكريون يؤدون التحية لهذه السرايا المارة من أمام المنصة. ودخلت فرقة موسيقى الجيش العربي السعودي المكونة من القرب والآلات النحاسية، وهم يمرون من أمام المنصة الرئيسية يؤدون التحية العسكرية. جموع الشعب ملأت الساحة. فرقة موسيقى الجيش الكويتي تدخل إلى ساحة العرض في استاد مدينة عيسى بقربها وبطبولها ومزاميرها، وهي تسير في قامات نحو المنصة
الرئيسية وفي مشية وإيدة يتقدمها حامل العصا محييا إجلالا وإكبارا. الفرقة تسير لتأخذ مكانها، وسمو أمير البلاد المعظم يشاهد الفرقة وهي تدخل. ثم تسير فرقة موسيقى الجيش الكويتي بطيئا سر، وهي تتقدم رويدا رويدا. وبمثل هذا الانتظام الجميل الذي يحكم خطواتها خطوة وراء خطوة، لا زالت فرقة موسيقى الجيش الكويتي تؤدي هذه الحركة العسكرية الجميلة. سعادة رئيس الأركان العامة يتطلع إلى جنوده، وفرقة موسيقى الجيش الكويتي في هذه اللحظات تقدم لوحة من لوحات فننا الشعبي الجميل العطر. كبار المدعوين يتابعون حركات الفرقة هذه العرضة الجميلة. الأعلام ترفرف في كل مكان، وشعب البحرين الشقيق امتلأت جوانب الاستاد به فرحا مستبشرا بهذا اليوم. وهكذا بدأت الاحتفالات وسط بهجة جماعية شاملة وفرحة وطنية غامرة تجاوزت أصداؤها في جنبات الخليج، ثم امتدت إلى أنحاء الوطن العربي. فرقة موسيقانا في مثل هذا التناسق الجميل الذي يجمع بين أفرادها وكأنها فرد واحد، تتحرك بدقة وبانتظام وتؤدي هذه الحركات الجميلة أمام المنصة الرئيسية التي يجلس فيها حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. وهكذا تطلعت القلوب والأنظار إلى الدولة الفتية الناهضة، وسارعت لتجعل من يوم استقلالها الأغر عيدا تصبح ببهجته الأمامي العريقة والجهود الطويلة عبر الأجيال. وبالنظر لما بين الكويت الحبيبة والبحرين الشقيقة من وشائج متينة وروابط أخوية، فقد كانت الكويت أول من لبى النداء للاحتفال باليوم المشهود. الفرقة لا زالت تؤدي هذه الحركات الجميلة وفي هذه اللوحة من فننا الشعبي الجميل. حامل العصا الذي يتقدم الفرقة يلوح بهذه العصا، وفي ذلك تحية أجمل تحية من جيش الكويت إلى جيش البحرين الشقيق. كبار المدعوين يتابعون هذه الحركات الجميلة، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. الفرقة تظهر في حركات جميلة متسقة، والجميع يتابعونها بكثير من الإعجاب والتقدير. الفرقة تتجه الآن بعد أن قدمت عروضها الجميلة صفوفا متراصة، وهي تدق الأرض بضربات فيها القوة وفيها العزم الشديد. إنها نموذج طيب لجيشنا الكويتي الباسل، فقد صدحت بالموسيقى فأطربت النفوس وأشجتها في عيد البحرين الشقيق، كما صدحت سرايا الموسيقى القادمة من كل من الكويت والسعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة،
بالإضافة إلى موسيقى البلد المضياف. فرقة موسيقى الجيش الكويتي تغادر ساحة استاد مدينة عيسى بعد أن أدت عروضها الجميلة وقدمت لوحات من فننا الشعبي الجميل. سمو أمير دولة البحرين الشقيق يتابع العرض الذي تقدمه فرقة موسيقى جيشنا وهي تمر من أمام المنصة لتؤدي التحية بعد أن فرغت من أداء عرضها الجميل وتتجه خارج ساحة استاد مدينة عيسى. قائد الفرقة يؤدي التحية لحضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير دولة البحرين. سرية موسيقى إمارة قطر تدخل ساحة العرض. قائدها يتصدر الفرقة بعصاه الجميلة وهذه القامات العربية التي نشاهدها إنما هي أنموذج طيب للجندي العربي الباسل أينما كان في وطننا العربي الكبير. فرقة موسيقى جيش قطر تتجه إلى المكان المخصص لها أمام المنصة الرئيسية وتتجه وتستدير في حركات جميلة وسط هذه البهجة الغامرة التي عاشها البحرين الشقيق في عيد استقلاله الثاني. جماهير الشعب امتلأت بها جنبات استاد مدينة عيسى وفرقة موسيقى إمارة قطر بفضولها وآلاتها الموسيقية تسير الآن من أمام المنصة مغادرة مكانها لنرى بعد قليل فرقا أخرى. وهذه سرية موسيقى عربية تتجه إلى الساحة المواجهة للمنصة لتقدم عروضها. قامات مديدة وسواعد قوية تضرب وتعزف وتخرج أعذب الألحان وأشجاها. البحرين في عيد وعيدها سارعت إلى الاحتفال به والمشاركة فيه. فرق موسيقى جيوشنا العربية وجنبات استاد مدينة عيسى امتلأت بالحضور ليشاهدوا هذه العروض الموسيقية المتسقة الجميلة التي يشارك في احيائها وتقديمها اخوان لنا من ابناء البلاد العربية للفرقة بعد أن قدمت أنغامها الشجية وهي تغادر الآن ساحة الاستاد ودخلت الآن سرية من موسيقى الجيش الأردني لتشارك في المهرجان الموسيقي العربي الأول الذي شهدته البحرين في عيد استقلالها.
الفرقة تتجه إلى المكان وتأخذ مكانها أمام المنصة وتسير في صفوف منتظمة، وحامل العصا من أمامها يلوح محييا مخبرا ويحيي بالعلن كذلك. وسط هذه الأنغام الشجية قائد الفرقة يؤدي التحية العسكرية، والفرقة تتجه بعد أن قدمت هذا العرض لتعطي مكانا لموسيقى شرطة البحرين، وهي تدخل الآن بقرابها وآلاتها النحاسية. وفي عصر اليوم التالي نزلت موسيقى الجيش الكويتي إلى جانب موسيقات الشقيقات العربيات، وعزفت أمام مبنى السفارة الكويتية لدى دولة البحرين، وطافت بعد ذلك في الشوارع ناقلة روعة الاحتفال إلى كل مكان، ناشرة من مزاميرها معاني الأخوة والود ألحانا معبرة، بل كلمات للتهنئة محمولة على الأنغام. وكان لهذا العمل صدى طيب في نفوس أبناء الشعب، وصدى برهن على أن الكويت والبحرين وجميع البلدان العربية بلد واحد وشعور واحد ومصير واحد. إنها نشوة النصر، ذكرى الحلم العظيم، ساعة جني المحصول، محصول الجهد وطموح الأجداد والآباء. هذا هو الاستقلال، وهذه هي ساعة الاحتفال. فرقة موسيقى الجيش الكويتي تسير في الشوارع صادحة بأنغامها، ناشرة الفرحة والبهجة في كل مكان، وأبناء الشعب في البحرين الشقيق يلتفون حول الفرقة ويتابعونها بنظرات الإعجاب والتقدير، إذ تشارك الكويت شقيقتها البحرين في عيد أعيادها، عيد استقلالها. فرقة موسيقى الجيش تسير بمزاميرها وطبولها، وأبناء الشعب وها هي فرقة أخرى من موسيقى جيوشنا العربية، فرقة موسيقى الجيش العربي السعودي، جاءت لتشارك في احتفالات البحرين الشقيق. ثم هذه فرقة موسيقى جيش قطر، جاءت لتشارك جنبا إلى جنب مع موسيقات جيوشنا العربية في نشر الفرحة والبهجة في عيد استقلال البحرين الشقيق. الشوارع المزدانة، الموسيقات التي ترتفع بالأنغام العذبة الجميلة تملأ أجواء البحرين الشقيق. لا زالت هذه الفرقة تطوف بالشوارع، وأهل البحرين الأحباء الأعزاء يرافقونها ويتابعون مسيرتها بمظاهر الإعجاب والتقدير، وهذه الأبواب تصبح وهذه القراب والآلات النحاسية تنشر الفرحة في كل مكان. وفي نهاية المطاف وقفت فرقة موسيقى الجيش الكويتي لتقدم العرض الكويتية أحب فنوننا الشعبية. وفي المساء التقى الزعيم حمد بن عيسى آل خليفة بجميع الوفود المشتركة بالمهرجان، واتجه إلى المنصة ليلقي كلمة حيا بها الجميع، وبدأ بعد ذلك
تبادل الهدايا بين جيش البحرين والجيوش العربية المشاركة في الاحتفال. المصورون يلتقطون الصور في هذه المناسبة، ولا زال الوفود تتبادل الهدايا ما بينها وبين جيش البحرين الباسل. الضباط يؤدون التحية ثم يأخذون هداياهم، وبالتالي يقدمون الهدايا إلى الجانب الآخر. إنه مظهر جميل ينبئ عما في نفوس ضباط جيوشنا وأفراده من حب ومن مودة، وإني لأراهم في هذا اللباس الجميل يتشحون بعضهم بالقبعة وبعضهم بالكوفية والعقال. لا زالت الأيدي تتشابك وتتهادى، وكل هدية إنما هي رمز للمحبة وللتقدير. سمو ولي العهد وقائد قوة دفاع البحرين يتسلم هدية من قائد الفرقة الكويتية، وتبودلت التحايا وهذه هي الجلطة، احد فنوننا المحببة، علامات الرضا والفرحة بادية على الوجوه. الجميع يهزجون ويرقصون في الرقصة المعروفة الليوة، وقد راح الجميع يشاركون في هذه الرقصة، حتى أن سفير دولة الكويت لدى البحرين راح يهزج ويرقص كما يرقص الجميع. سمو ولي العهد وقائد قوة دفاع البحرين وكبار المدعوين تنشرح نفوسهم إذ يرون هذه الرقصة الجميلة المعبرة. فرحة غامرة تملأ نفوس الجميع. نحن أمام باب البحرين، البحرين التي وهبت موقعا ممتازا على شواطئ الخليج، وجادت عليها الطبيعة بخيرات وفيرة وطبيعة هادئة جميلة، فقام أبناؤها بقيادة أميرهم المحبوب ليصنعوا من ذلك كله كيانا شامخا ودولة عصرية لها بين الأمم مكانة واحترام. وعلى هذا الدرب بلغت بمنجزاتها حد الإتقان، وتكللت مقاصدها بالنجاح، وسارت موفقة على طريق البناء والازدهار وسط إعجاب العرب وتصفيقهم. فإذا البحرين في يوم استقلالها قرة القلوب والعيون. وهذا مسجد الخميس الذي بني منذ حوالي 800 عام، وهو من بقايا العصر الأموي، وهذه عين عذاري التي تسقي البحرين وتحيط بها الحدائق الغناء والأشجار والنخيل الباسق، والمياه فيها متوافرة وتحيط بها الأزهار والأشجار وكروم العلب. فالبحرين عرف عنها أنها بلاد الخضرة والماء وكذلك الوجه الحسن، وهذه أشجار النخيل الباسقة تنبئ عما كان لهذه الشجرة أو هذه النخلة من أهمية في الماضي، وهي لا زالت كذلك تحظى بعناية الدولة في البحرين الشقيق. وهذا مسجد قريب من عين عذاري،
ليؤدي فيه المؤمنون صلاتهم. ولازلنا نشاهد هذه الأشجار من النخيل التي تملأ البحرين كما كان في الماضي، وهذه المياه في عين عذاري حيث السمك الوفير، زينة للناظرين وفرجة للمشاهدين. وهذه قلاع قديمة من أيام البرتغاليين التي تعود إلى القرن السابع عشر، لا زالت قائمة تدل على ما كان للبرتغاليين في قديم الزمان من أثر في هذه الديار، فقد عرف عنهم أنهم أهل بحر وملاحة وقريب من هذه الآثار نرى أشجار النخيل والكرون وهذه الأرض المنبسطة الفسيحة المرصعة بهذه الخضرة الجميلة. وهكذا فإن البحرين تبني وتنشئ، ففي كل مكان تقوم العمائر والأبنية الدالة على ما يقدمه البحرين من نهضة لأبنائه. وهذا ميناء سلمان حيث تصل السفن والبواخر من جميع أنحاء الدنيا لتصل البحرين بكل هذه الأنحاء البعيدة القصية من المعمورة. وبعد أيام لا تنسى، أيام من اللقاء الأخوي الرائع، غادر وفد الكويت أرض البحرين محفوفا بالمحبة والتقدير، مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. وقد تجلت في مراسم وداعه جميع معاني الخير وعظم صور الروابط المتينة، وكأنها إعلان بأن ما بين الشعبين هو أقوى من أن تنقسم له عرى وأصلب من كل عوامل الزمن. ولي عهد البحرين وقائد قوة دفاعها يقدم الهدايا، وسعادة رئيس الأركان العامة كذلك يقدم هدايا الجيش الكويتي إلى قائد قوة دفاع البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. الأيدي تتصافح، وسعادة رئيس مجلس الأمة والوزراء يصافحون كذلك مضيفيهم، وسعادة رئيس الهيئة الدبلوماسية سفير دولة الكويت لدى البحرين كذلك يشارك في هذا الوداع، وكبار الضباط يحيون سعادة رئيس الأركان العامة اللواء مبارك العبد الله الجابر الصباح. والطائرة في أرض المطار بدأت محركاتها تهدر استعدادا للانطلاق بوفدنا العسكري من البحرين الشقيق في طريق العودة برعاية الله إلى أرض وطننا الحبيب. سعادة رئيس الأركان العامة يودع كبار المسؤولين بمثل هذه المصافحة الحارة. سعادته يرتقي سلم الطائرة في طريق عودته إلى أرض الوطن بعد أن شارك في احتفالات البحرين الشقيق. وكان في استقباله سعادة النائب رئيس الأركان العامة وعدد من كبار الضباط وأمار الوحدات في جيشنا الباسل.